سكر حلجك، خلني أصيد الحرامي. صيد الحرامي؟ عندنا حرامي؟ ما دريت انت ايش صاير؟ لا أكيد ما تدري، نايم لي بالعسل وإحنا اللي نحرسكم. إيه صاير قول لي. الصبر يا هو حيلك بالصبر. فوزي خل أقول لك شنو صار معي بالدوام. خلي دوامك ولي، شقة أبو توفيق باقوها. لا والله متى؟ أمس بالليل. شنو باقوا؟ شنو خلوا؟ ثلاجة، أوف، مايكروويف، الغسالة، قواطي الكلينكس، أكل الكاسكو، ما خلوا حتى أم توفيق، أم العودة الكبيرة الحجية باقوها. باقوها؟ باقوها. أنا عودة هذه شبون فيها حرام. إيش دراني شافوا كلها قاعدة والشير ما تتحرك، هي دش الظاهر دشة وهي مستل شي قاعدة، هي ميتة عايشة ما فأخذوها ضمن الأثاث. وي سكينة عادي. خليني اقول لك شو صار معي بالدوام. عمي خلي دوامك يولي، انا قاعد حاتي الحين قضيه مو بس اثاث وشي، ام توفيق الحين هذه قاعده مره مسكينه مره كلها قاعده فجاه خلاص قاعده مسكينه، وكلها كل ما يبي يشممونها هواء يطلعونها باللوبي شي تشم هواء نص ساعه تاخذ اكسجين من السنوبر ترد، ماكو شيء مسكينه. صدق والله؟ مسكينه والله. بس زين الحين تغير جو على الخطفه تشم هواء. اي ما ندري عاد الحين يتوهقون فيها ينزلون السوق. ما أدري والله، بس الموضوع أنا أبي أعرف الحين هذا الحرامي شلون يعني، شلون يعني.